يقول: توظفت في وظيفة جديدة وأريد أن أذبح ذبيحة لزملائي في العمل عند أخذ راتب الأول، يقول: وهي عادة في هذا المكان، فهل يجوز هذا الأمر؟ في هذا المكان؟ نعم. كيف في هذا المكان؟ لا بأس، لا بأس أنك تكرم زملائك وتعمل لهم وليمة من باب إظهار الفرح بالوظيفة، ما في بأس. نعم.